جدر الإشارة إلى أن الإدارة الجبائية تعمل منذ عدة سنوات على تجسيد البرنامج يهدف إلى عصرانتها، وفي هذا الإطار تشكل الرقمنة العنصر الهام والأساسي لتحقيق الأهداف هذا البرنامج، الساعي طبعاً من جهة إلى مكافحة التهرب الضريبي الذي يشكل خطراً على الأمن الاقتصادي الوطني وضرورة الانسجام الاجتماعي، ومن جهة أخرى إلى تطوير ظروف العمل لفائدة موظفي الإدارة الجبائية، وكذا تحسين نوعية الخدمة الممنوحة للمكلفين بالضريبة في علاقتهم مع مصالح الجبائية. وفي هذا السياق يجدر الاعتبار رقمنا كهدف وليس غاية نهائية بحد ذاتها، فالغاية من رقمنا هو الإضفاء الشفافية على العمليات الجبائية والتبسيط وتسهيل الإجراءات ومكافحة الغش والتهرب الضريبي.